بس وكان بيخفف احمال عن اماكن صوتها مش عالي وما كناش بنسمع، يعني الاماكن اللي بتكون بزراعه في القاهره او اسكندريه او المدن الكبيره ما كناش بنعمل فيهم اي حاجه او القطاع ما بيعملش، لكن كان في الصعيد وفي القرى والكلام ده كان بيحصل فيه تخفيف احمال كان بيصل لحوالي 2300 ميجا. وصلت تدرج هذا الامر الى سنه 2014، احنا في يوم من الايام كان عندنا عجز في انتاج القدره الكهربائيه بمقدار 6000 ميجا وات، وكان يعني اكثر قدره قدرنا نوفرها في ذلك الوقت لم تتجاوز 24000 ميجا وات، يعني تقريبا 25% من القدرات اللي احنا كنا عاوزينها ما كانتش موجوده، وده اثر طبعا على جميع مناحي الحياه في مصر. كان لها اسباب كثيره، يمكن من احد الاسباب المهمه اللي احنا حاطينها في الاستراتيجيه بتاعتنا ان احنا يعني نتغلب عليها زي ما قلت لحضراتكم، هو ان احنا كنا بنعتمد بدرجه عاليه جدا على الغاز الطبيعي في انتاج الطاقه الكهربائيه. لما حصل نزول انتاج الغاز الطبيعي كان له تاثير سلبي جدا على قدرتنا على انتاج الطاقه. ايضا كان عندنا بعض الشورتج، عندنا معدات كانت متقادمه، يعني كنت حوالي 25% من المحطات اللي موجوده كان عمرها بيتعدى 25 30 سنة، يعني هي خلاص حتى قدرتها على الإنتاج كانت أقل من القدرات التسمية اللي موجودة فيها. كل الكلام ده طبعاً حطيت يعني وضع أمامنا تحدي أكثر، إزاي نقدر نتغلب هذا الخطر. عملنا خطة عاجلة، وأقول لحضرتك الخطة العاجلة دي قدرنا ندخل بيها على الشبكة 3600 ميجا وات في خلال 8 أشهر ونص. الإعجاز الحقيقي من خلال 8 أشهر ونص قدرنا نتعاقد نورد المعدات نركبها وندخل الكهرباء الشبكة. لدرجه ان ابتداء من اول يونيو 2015 حتى الان لم يحدث ان كان عندنا عجز في الطاقه الكهربائيه على الاطلاق، بل بالعكس كان دائما ابدا في زيادات موجوده، وانا مش عاوز اسمي ان عندنا فائض من الكهرباء بقدر ما هو ده احتياطي امن، عشان الاحتياطي بتاعنا ما كانش وصل الى قيم كبيره، بحيث ان اي معده كانت بتخرج من الخدمه والامر وارد، الاقي ده انعكس مباشره على قدرتنا على تغذيه الناس كنا بنرسل الكهرباء. احنا في خلال الفتره دي وصلنا الحمد لله، يعني احنا برضو القياده السياسيه يعني السيد الرئيس في 2015 بدات 2015 في المؤتمر الاقتصادي محافظه اقتصاد الشيخ، وكان معانا مجموعه من رؤساء الشركات الكبرى من سيمنز ومن جي اي وخلافه، قدرنا نعمل تعاقد مع شركه سيمنز لبناء 3 محطات عملاقه، المحطه الواحده بتنتج 4800 ميجا وات. يعني احنا قدرنا ندخل يعني التعاقد اللي عملناه كان 14400 ميجا وات، عاده ده بياخد 5 سنوات عشان يطلع تقدر تطلع الانتاج بتاعها من كده. احنا عملنا الكلام ده سنتين ونص،